ما غاديش نتقبل انه يتعدى على بنيات صغار. حتى انا عندي وليدي صغير. انا فاش تلاقيت معاه في الدار الحمراء قلت لي راه كيف ما تعديت على البنات راه ولدنا راه قد ولدك راه قد ولدك، ما تقبلتش انا يتعدى على بنيات صغارات. كيفاش تلقيتي الخبر؟ صدمة كبيرة. أنا كنت خدامة ديك الساعة، خرجت كنقلب عليه في السبيطارات الليل كامل. الليل كامل الربعة دخلت لدارنا كنقلب، درت السبيطارات كامل، كيقول لي واش ندوزو للدار الحمراء نشوف البوليس. قلت له نقول لهم عبد الله ما يضاربش، ما يضاربش هوايا، مستحيل يضارب. فجبت لها راه راجلي داك السيدة واحد اللحظة غلطوا غير في السمية قالوا عبد الله. رحت أنا هزوني هذيك الساعة، كيقول لهم واحد جارنا، واحد جارنا مشى وصل واحد اللحظة بغى يمشي للامور يقلب وسط الموت. واخا بناتك فاش عرفوا ان بابا مدار هادشي واش ولدها ولدك صغير؟ ما عرفش شي حاجة، ما غاديش يعرف باقي لحد الان، ما غاديش يعرف. دابا حاولتي انك تخبي عليه طول الحياة؟ كيسولني ماما فينا وبابا، كنقولي باباك راه في المدرا في الخدمة ديالو بركتو من القراية، ما بقيتش كنخليه يمشي باش ما يبقاش يسمع الدراري اشنو كيقولوا. دخلتي شتي؟ لا عمري ما دخلتش. وكانت لاكارت ديالي. ملي توصلتي بالخبر عن طريق المكالمة ديالو شنو كان الشعور ديالك؟ ما عنديش واحد الشعور، طايش في هذيك الساعة كنقول لها ماما راه وقيلا غلطوا، حيت أنا كنقول لها ماما راه كنت، حيت أنا كنتسنى كنقلب عليها هذيك الساعة. قلت لها ماما راه غيكونوا غلطوا، راه مش ماشي هوايا، مستحيل يكون هو. كيفاش وليتي تشوفي راسك قدام الناس؟ واخا هو داير هذاك الشيء كنحس براسي بحال أنا أنا والسمعة ديالي ولات مع الناس خايبة، مابقاش تحشي كيقولوا راه كيتعاملوا معك العائله المقربه. عائلتي انا واقفين معايا، ولكن عائلتي هويا عمرها ما سولت فيا، بحال عمري انا كنت معاهم، بحال عمري انا مشيت عندهم، ولا عمري ما سولت فيا حتى في العيد. ما عمرت شي واحد في عائلتي عيط ليا ولا سولت فيا. شحال من ديال الزواج؟ 6 سنين. شحال عندك من عام؟ عندي 24 عام. فاش تزوج بك شحال عندك؟ عندي 18 عام. يعني ما فكرتش انه ديك الساعه كيكون لا عمره ما كان، كان محترم هوايا، كان مع عائلة مشدينة محافظين، ما عندهمش يعني مع داكشي ديال التبلية، كان محترم بواحد بلا قياس. يعني طول الحياة الزوجية عمرو بين لك ولا عطاك شي؟ 6 سنين ديال الزواج عمري أنا وياه متخاصمين. واخا جاتك الفكرة أنك تاخذي ولدك وتعيشي بوحدك بعيد على هادشي؟